استحواذها قل مش هيقع. في امراض بقى مناعيه يبدا الجسم ما يتعرفش على بصيله الشعر فيبدا يهاجم بصيله الشعر. ايه ده معقوله؟ يعني يبقى انا ما عنديش مشكله خالص شعري بيقع شعري بيقع واعمل كل حاجه في الدنيا انا كويس وباخد كل حاجه مش فيش فايده. تعرف انا اعمل تحاليل المناعه واللي مش موجوده في اي حته على فكره الا يمكن عندنا وفي اماكن اقل ما تعديش على الصوابع يعني. هنا في مصر يعني عند حضرتك التحليل نلاقي ان جسمك بيهاجم بصيله شعرك فبيوقع. حاجه ثانيه جسمك بس معلش عايز اقف عند النقطه دي. سي مثلا انا بس انا شعري كان كويس ومع الجسم ممكن يهاجم بصيله الشعر في مرحله من العمر مثلا او نتيجه حاجه ولا هو بيبقى من ساعه ما اتولد جسمه بيبقى في اي وقت؟ ودي المعلومه الغلط بقى عندنا. اصل يعني يقول لك ده انا كان شعري حلو وبعدين بقى عنده 40 سنه يروح فصل وجعاني فيروح الدكتور اقول له حل تحليل الروماتويد يقول له روماتويد يا دكتور ده الدكتور قال لي ده لو عندك الروماتويد هين بالك من انت طفل ممكن يجي لك في اي سن وفي اي وقت. الحلم الحديث قال لك نورول لا قاعده خالص ليه فور اوتومين ديزيز لا قاعده في امراض المناعه الذاتيه. الجهاز المناعي يغدر في اي وقت من غير اسباب؟ لا طبعا ليه اسباب. لكن طبعا احنا عشان ما نشتتش عايزين ندي الناس اكتر كم المعلومات. احيانا بقى الجسم ما يهاجمش بصيله الشعر لا يهاجم ايه بقى؟ يهاجم الاوعيه الدمويه المغذيه للشعر. حتى في ناس احيانا شعرها يقع فتيجي تيجي تشد الشعره تلاقي زي دم متجلط كده في اخر الشعر. نقطه كده. ايوه صح. ده الجسم بيهاجم الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الشعر فيجلط الدم في الشعرات الدمويه الصغيره. ما يوصلش الشعر دم وبالتالي ما يوصلوش اي حاجه. لا ما يوصلش بروتينز ولا حاجه. يقع. فيقول لك انا شعري ما فيش فايده. الصلع بقى الوراثي كويس؟ وخلي بالكم في فرق ما بين الصلع الوراثي والصلع الجيني.